العالم يتحول ويتطور، وكذا مجموعة كوزيمار الفاعل المغربي التاريخي الرائد في صناعة السكر الذي يرافق التطور واحتياجات البلد من هذه المادة الحيوية. نعتبر إرضاء زبنائنا والاستجابة لحاجياتهم وانتظاراتهم من أبرز اهتماماتنا. منتوجاتنا متنوعة وموزعة على مجموعة التراب الوطني، انطلاقاً من سكر القالب الشهير رمز الثقافة والتقاليد المغربية، ووصولاً إلى قطع السكر والسكر سنيدة. كوزيمار كشركة مواطنة ومساندة لشركائها عموماً والفلاحين خصوصاً تسعى دائماً لخلق قيمة مضافة، مما أفرز عن إنجازات مشتركة ومتعددة كتأسيس صندوق للدعم، التأمين الصحي وتحسين الدخل، بالإضافة إلى تشجيع تعليم الأطفال في المناطق القروية. كما يستفيد موظفونا من برامج تكوين متناسقة، وكذا من مقياس اجتماعي يحدد بانتظام مدى رضاهم وتطلعاتهم. تعد الوقاية الصحية والسلامة في الشغل بالإضافة إلى الالتزام بجميع المتطلبات الاجتماعية من أهم أولويات المجموعة. كما ندعم المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والمواطنة بتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية. نعتبر الحفاظ على الموارد الطبيعية من أهم أولوياتنا، سواء تعلق الأمر بأنشطتنا الاعتيادية وتأثيرها على البيئة أو بالمشاريع المستقبلية الهيكلية والصناعية. لقد حصلت مجموعتنا على العديد من الجوائز تشجيعاً للمجهودات المبذولة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. يتم استخلاص السكر عبر طريقتين: معالجة الشمندر المزروع بكل من المناطق التالية: دكالة، تادلة، الغرب، اللكوس وملوية، أو قصب السكر بجهة الغرب واللكوس. أو عبر تكرير السكر الخام المستورد، مما يعطي قيمة مضافة حقيقية للسلسلة السكرية ويمكن من تغطية احتياجات السوق. بعدها يتم تلفيف منتوجاتنا على أشكال مختلفة قبل تسليمها لزبنائنا تجار الجملة، المصنعين أو المحلات التجارية الكبرى والمتوسطة. في إطار مخطط المغرب الأخضر وبشراكة مع الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر في ماسيوخ، تضمن مجموعة كوزيمار كمجمع أساسي للسلسلة السكرية مواكبة عن قرب للفلاحين منتجي النباتات السكرية. إن برامج الاستثمار التي تم اعتمادها من أجل إعادة الهيكلة وتأهيل السلسلة السكرية تمكن من تحديث وملائمة قدراتنا الإنتاجية وتحسين الأداء الصناعي وأيضاً الفلاحي بفضل التقدم والانخراط في مجال البحث والتطوير. تعتبر الصناعة السكرية محوراً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني، لكن تحدياتنا عديدة. لتجاوزها قمنا بوضع خارطة طريق في أفق 2020 تسمح لنا بزيادة المهمة في حصة الإنتاج المحلي من السكر. طموحاتنا: التنوع عبر منتوجات ذات قيمة مضافة أكبر، وكذا التنمية على مستوى القارة الإفريقية. كل ذلك قابل للتحقيق بفضل دعم أحد رواد الصناعة الغذائية في العالم، المجموعة السنغافورية فيلماغ، وكذا الشركاء المؤسساتين المغاربة. مواردنا البشرية، خبرتنا المهنية، قيمنا للتميز، التزاماتنا، والثقة التي نحظى بها من طرف شركائنا، كلها مكتسبات تجعل من كوزيمار مجموعة رائدة للصناعة الغذائية المغربية.